ادله السمان ده كده هناك، ادله السمان ده هناك. هات كده كرتونه كبيره، اخلص كرتونه كبيره يلا. بسرعه شويه. شوفي يا بنتي كمان الكرتونه ايه سليمه شويه من الدسم اللي انت جايباها زي بدائيه. قفل الكرتونه بس قفل ايه؟ قفلها يا أم. عشان ما تعلم ما تلاقي من ايه؟ قول يا مازن كل نازل الاقفاص خليها الجنب التاني. يلا خلي انت من هنا خليها حطها على الكرسي. ها حط بقى الفيوده فيها يلا. يلا لم اللي نازل الاقفاص كله يلا عشان نقفل بقى. تعطى ورقة نشرة؟ لا والله. يا غالي. مالي. ما تخليش الكون تحت اللندر ومالكش دعوه بيه. الكون تحت اللندر مين؟ انا بقول لك اهو اختك دي كانت اخدة من نفسي كتكون. وقلت لها هو جه هنا وقال لي وقال لي ما تقولش لحد ان انا جيت هنا من عيلتي. شوف بقى هيعملوا فيك ايه. قول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أتم الصلاة وأتم التسليم. ماشي. ايه وديت أمي؟ أنت كنت بتوديهم راس البر؟ ها؟ طلع اللي قفص يا مازن، طلع اللي قفص يا مازن بسرعه كده ولم الحاجه دي. يلا. ها؟ يلا يا حاج. طلع اللي قفص يا جدعان. اهو اخر حاجه امبارح مازن. سبعة الا ربع. السمان سبعة الا ربع. انا يا عم لما اصور السمان كده. ها؟ ها؟ اقسم بالله ما فيهم غلطة، اقسم بالله ما فيهم غلطة. غلطة الله خير الله. ايوه المصحف ما فيهم غلطة. شوف. اقسم بالله انت اخي والمصحف ما حصل هو هو. اقسم بالله هو هو. هات لنا نفس النار. اديني عتمه هنا يا ابني. اسم الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أتم الصلاة وأتم التسليم. كل سنة وأنتم طيبين ومع التوحيد إن شاء الله في أمان بإذن الله رب العالمين. أقول لكم السمان بسبعة جنيه إلا ربع. كل حاجة النهاردة هعمل عليها تخفيض جبار. أيوة والله سبعة جنيه إلا ربع السمان أهو. سبعة جنيه إلا ربع. سبعة جنيه إلا ربع السمان. سبعة جنيه الا ربع. سبعة جنيه الا ربع السمان. بسم الله ما شاء الله سمانه نظيفه ايه وسمانه سمرة بسبعة جنيه الا ربع. ما فيش حاجه اسمها سمان هجيني وسمان برنجاني وسمان مقلي وسمان ماهوش مقلي. السمان يا جماعه اللي في السوق كل الانواع السمان اللي موجوده كلها نوع واحد. كل الانواع السمان اللي موجوده في السوق نوع واحد. ها؟ ربع معلقة عرف المية. ها؟ ربع معلقة. لا لا الدور خلاص. ربع معلقة عرف المية.
اه طبعا ايوه خالص فابيض وفرد الزوج ب27.5 ابيض ب27.5 ابيض ب27.5 ب27.5 فروح تيجي على 30 يوم 30 يوم تدرب معاك 2.5 كيلو بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله صوبر 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 أهم شيء الفراخ ما تتكومش منك ولا تتكوم تحت اللندة ولا تسقع دي أهم شيء في الليلة كلها أنا بقول لك أهم شيء في الليلة كلها الفراخ ما تسقع يلا لون هو لا ما فكرتهاش مانيش فاكره مانيش فاكره والله انا اهو ماشي 10 جنيه ابيض اهو نقاب عامل 27 جنيه ونص 10 ها؟ مفيش مفيش والله مفيش بط مشرك ومقرر ب49 ها؟ لا يا عم هو واحد هو ب10 جنيه والله ب10 جنيه اهو ب10 جنيه هو اي 10 جنيه وبلدي ب7.5 جنيه وفيوم ب14 جنيه فيوم ب14 جنيه اهو ابيض وبلد وساس وفيوم وسمان ب7.25 السمان ب7.25 والساس ب19 جنيه الساس ب19 جنيه والبلدي ب7.5 جنيه والابيض ب27.5 جنيه الابيض اللي نصدق فيه ب27.5 جنيه 27.5 جنيه الابيض اهو لسه في شويه كبار مش كبير هات يا بنت غن يلا غط غط بقى يلا كل الحاجات دي يلا غط غط ابيض بسم الله ما شاء الله موجود كميات اذا محتاج حاجه مزرعه محتاج اي حاجه موجود ان شاء الله يلا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.